دول كانوا أحلى يومين عشتهم في حياتي، مع إني سافرت الغردقة كذا مرة، بس مع خالد كان ليها شكل وطعم أحلى بكتير. اليومين عدوا كأنهم ساعتين، وإحنا راجعين في الطيارة كان واخدني في حضني وكنت بعيط من كتر ما أنا مش عايزة أسيبه. أنا عمري ما حبيت الحب ده، وعمري ما اتحبيت زي ما خالد حبيني. الغريبة إن أنا مش حاسة بالذنب خالص من ناحية أمجد، ولا كأني حبيته ولا كأني متجوزاه. أنا حاسة إن أنا أسعد ست في الدنيا. ما حصلش يعني إيه؟ يعني ده مجرد مشهد اتبنى في خيالك ملوش أي أساس من الصحة. إزاي وأنا افتكرت كل حاجة؟ أنا افتكرت إحنا كنا قاعدين فين، وافتكرت كنا لابسين إيه. ده أنا افتكرت لون النوتة اللي أنت كنت بتكتبي فيها. رؤية، أنت أول مرة تجيلي العيادة هنا. أنا لسه نقلة فيها من قريب، من حوالي 4 شهور. وقتها أنت كنت لسه في الغيبوبة. أنت بتبني أحداث في خيالك وبتشوفي إنها حصلت بناء على كلام اتقالك أو تفاصيل وقعت تحت إيدك. عشان أنا قلتلك إن أنت كنت بتتعالجي عندي، وعشان روحتي البيت وشفتي ورق سفرية الغردقة مع خالد تخيلتي إنها حصلت، بس هي ما حصلتش. فهمتي ليه بقى أنا ما كنتش عايزاكي تروحي البيت؟ عشان ما تشوفيش تفاصيل أنت مش فاكرة عنها حاجة. أنا ما بقتش قادرة أستحمل اللخبطة دي كلها. هتفتكري الحقيقة لوحدك يا رؤية، بس الاستعجال والصدمات اللي أنت ممكن تتعرضي لها وأنت مش جاهزة خطر. طب والكوابيس اللي ما بتعتقنيش؟ أنت مديني أدوية المفروض تنايمني، ما بتعمليش حاجة. وقت يا رؤية، مسألة وقت. المهم ان انت ما تحاوليش تلوي دراع ذاكرتك وتجبريها انها تفتكر. ركزي في موضوع ان انت تتأقلمي وسط الناس اللي انت قاعده معاهم، ده يحيى لوحده كفايه. حبيبي هو يحيى ده بقى حكايته حكايه.